ينضم إلينا الآن عبر الهواء مباشرة مراسلنا مصطفى اللوجري بمدينة الكفرة. بداية نرحب بك وأطلعنا على آخر المستجدات لديك. نعم نعم، بما يخص آخر أخبار مدينة الكفرة، مديرية أمن الكفرة تقوم بتطبيق قانون حظر التجول داخل المدينة ابتداء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا وبشكل دائم. تقوم أيضا بنشر الدوريات في الطرق والجزر والمفترقات داخل المدينة، وأيضا إغلاق المحال بشكل كامل ابتداء من الساعة 6 مساء. أيضا منطقة الكفرة العسكرية وكتيبة سبل السلام التابعات للقيادة العامة للجيش الليبي داخل مدينة الكفرة تقوم بتطبيق قانون غلق الحدود، القرار الصادر من القيادة العامة مع دول الجوار، حيث تقوم بتسيير الدوريات بشكل مستمر، كما قامت طيلة الأيام الماضية بإلقاء القبض على عدد كبير من السيارات المهربة إلى دولة السودان بطرق غير شرعية. كذلك قامت، ومن أخبار المدينة، قامت اللجنة الاستشارية الطبية وفريق الاستجابة والرصد والاستجابة السريعة داخل المدينة بعملية مسح شامل استهدفت مدينة الكفرة ومدينة تزربو ومنطقة ربيانة، حيث كان المستهدف 225 شخص تم استهدافهم بتحاليل العينة سحب الدم، أيضا تمت المسحة الأنفية. كذلك تم عن طريق هذه اللجنة، اللجنة الاستشارية، تم إرسال هذه العينات إلى مدينة بنغازي، وفي انتظار خروج النتائج لهذه العينات التي تم سحبها. كذلك قام جهاز الحرس البلدي بمدينة الكفرة بإعدام مواد غذائية وسلع تموينية وعدد كبير من الأدوية المنتهية الصلاحية، تم هذا اليوم إعدامها بشكل رسمي. وتقوم هذه الدورية أو هذه جهاز الحرس البلدي بشكل مستمر داخل المدينة بعمليات مراقبة وتتبع في المحال التجارية والصيدليات ومحال اللحوم والدواجن وغيرها بشكل مستمر داخل المدينة. نعم، إذا نتمنى سلبية النتائج التي سيتم سحبها. مراسلنا من مدينة الكفرة مصطفى لوجري، شكرا جزيلا لك.